سلام. مقطع اعلاني. قناة كريمو تيك هي قناة تقنية عربية تنشر محتوى تقني على اليوتيوب، وهي قناة تقنية جزائرية. صاحبها او منشئها هو الاخ عبد الكريم من الجزائر، عبد الكريم مرازقة، ينشر فيديوهات تقنية تستهدف المراجعات والتصميم والربح من الانترنت. فتحت هذه القناة عام 2018. ان شاء الله سوف تستفيد من هذه القناة، فاخي الكريم انصحك بالالتحاق الى عائلتنا بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس. فرجة ممتعة لك في قناتنا، والسلام عليكم.